اهلا اهلا، معكم مها من قناه مهزداري. الاخبار يا جماعه، ان شاء الله تكونوا بخير وكويسين. بدي النهارده زي ما شفتوا في العنوان، شحنتي من شيء وصلت الحمد لله. عايز اقول لكم ان الشحنه وصلت في 5 ايام بالظبط، يعني اتشحنت تاني يوم على طول من الاوردر، وصلتني في 5 ايام بالظبط. يعني انا اتفاجئت اساسا، مع انه كانوا كاتبين تقريبا ممكن توصل لتاريخ 16. طبعا وقتها فقدت الامل، يعني قلت خلاص دي عايزة لها شهرين عشان توصل، بس الحمد لله يعني وصلت في 5 ايام، which is معجزة. فكفاية بقى كلام كتير، وخلينا نفتح الباكج ونشوف فيه ايه، فخليكم معايا. اوكي، المرة دي من شيئين، يعني طلبت حاجة مختلفة عن المعتاد. عادة انا بطلب يا بيجامات يا مثلا لبس للخروج او حاجات للبيت، المرة دي طلبت فساتين وبس. خلينا نشوف واحد واحد فيهم ايه. ده اول فستان لونه اخضر وفي ورد لونه ابيض. ده شكل الفستان، من ورا في سستة لونه اخضر في ورد ابيض زي ما انتم شايفين، وهو بيوصل لتحت الركبة بشوية، ومن تحت فيه مش عارف اسمها ايه، كسرات كده او نقشة. يعني طبعا مش محتاجة ان انا اتكلم على الخامة بتاعت حاجات شيئن او الفساتين او اي حاجة بتاعت شيئن، يعني خفيف يعني مش تقيل، ينفع صيفي اكتر حاجة. تاني فستان كمان نصكم، لونه في الحقيقة لونه وردي غامق، او اللي هو لون البلاش في نقط ابيض. انا عادة ما بحبش الحاجات الملقطة، بس ده شكله عجبني جدا. اوكي، ومن هنا في النص فيه زراير، بس مش للاخر، كمان للاخر تحت فيه كسرات. الفستان كمان خفيف جدا وصيفي، يعني رائع شكله في الحقيقة، بجد يجنن. تالت حاجة كمان فستان، انا قلت لكم المرة دي يعني طلبيات كلها فساتين. هو ده زي الاولاني الاخضر، بس لون تاني، ده لونه كحلي. ده شكل الفستان، نفس الاخضر اللي قلت لكم عليه من شوية. الايد فيها استك شوية من هنا على فكرة عشان تبقى ماسكة، ومن هنا فيه شوية كشكشة وربطين برباط، وهو طويل. ده اطول من التاني لحد الاخير، ومن تحت نفس التاني بالظبط، يعني نفس الكسرات اللي من تحت ديت. اللون مش عارفه مبين على الكاميرا ولا لا، هو مش اسود، هو اللون كحلي كده، باين كحلي وفي ورد ابيض. اوكي، الفستان اللي بعده، ده شكل الفستان اللي بعده، لونه تشيري شويه او احمر شويه فاتح، من ورا برضو فيه سوسته. تقريبا نفس الديزاين التاني تقريبا، يعني مع اختلاف شوية بسيط، والورد اللي فيه ده لونه أبيض، من تحت مش زيهم، من تحت يعني أطول ومن غير رسمة من تحت أو حاجة، وفي فتحة من هنا من على الجنب. فستان بيقول أنا صيفي، يعني أنا الصيف، جميل جدا ويعني خفيف، خفيف قوي. بحب الحاجات دي بتاعت شيئن لأنه بتبقى خفيفة وسهلة في اللبس وما بتحررش. اوكي، ده الفستان اللي بعده، او مش متأكدة بصراحة ايه دوت. واستغربت من حاجة، من الكلمة المكتوبة على الكيس، يعني عادة كياس شيئن بيبقى مكتوب عليها شيئن، لكن دوت ليه مكتوب عليه كده مش عارف. علينا، ده بنطلون، بنطلون عادي جدا، بس لانه شكله عجبني. يعني البنطلون قطنه من تحت في نهايته كده استك، بنطلون عادي مفيهوش اي حاجة، بجيوب. نيكست فستان للبيت. اوكي، ده شكل فستان، ده للبيت طبعا، الرسمه اللي عليه الانمي ديت شكلهم حلو قوي. الماتيريال طبعا كويسه جدا، والمقاس مظبوط الحمد لله. لونه لبني مخطط، وانا اخدت مقاس صغير لان هم اصلا يعني تحسهم اوفر سايز شويه، يعني لو حد هيشتري دوت ياخد مقاس اصغر من مقاسه، لانه اصغر من مقاسه بكتير يعني، او بناء على طبعا المقاسات بتاعت السنتي بتاعتكم، بس انا حاسه ان ده اوفر سايز، بس عادي جدا. من تحت جاي حته واحده يعني ما فيهوش اي شغل، بس من على الجنب شويه في فتحه بسيطه. اللي بعد، اوكي مش عارفه مبين ولا لا، بس ده شكل الفستان من هنا. اولا يعني مبدئيا انا بحب القماشه دي جدا، بحب الرسمه دي اللي هي بتكون يعني زي شويه شيفون بس فيها كده نقط. اوكي،
ده فستان بجهة واحدة بس يعني بكتف واحد، التاني مفهوش، ومن هنا شوية بأستك، وبعد كده نازل على واسع، نازل كده على واسع، نفس القماشة بتاعت الكم ومتبطن يعني فيه بطانة. الفستان خامته تجنن يعني رهيب بجد، واحلى حاجة ان ده أستك يعني هيتمط معانا بسهولة، وهو قصير يعني مش طويل، اتوقع ممكن يوصل للركبة او فوق الركبة بشوية. النوعية دي من الفساتين بتحلي شكل الجسم جدا وبتخليه فعلا شكله مرتب، فده هيتلبس بقى على هيلز مثلا احمر او اسود هيطلع رائع. اللي بعده اوكي، اللي بعده هو فستان كمان صيفي، زي ما انتم شايفين انه اسود وعليه ورد عباد الشمس او تبع الشمس، ومن ورا الحمالات بتاعته بتتضيق او بتتأثر، يعني فيها ديت اللي هي بين هي ممكن تضيق وتأثره، وفي النص فيه استك احلى حاجة. طبعا ده قطن ستريتش شوية كمان، يعني بتمط، وبصراحة خامته رهيبة وخفيف جدا. اوكي اللي بعده ده الفستان رقم 15000 اوكي هو لونه اسود وعليه ورد زي ما انتم شايفين وحمالات، ومن ورا برضه نفس الشيء، فيه دي اللي بتأثر او بتطول الحمالة. الفستان ده طويل ونهايته برضه نفس الشيء كسرات ومتبطن، يعني فيه بطانة من جوه، بس البطانة لحد هنا لحد الكسرة يعني، وبعد كده تحت شفاف مفيش حاجة. الفستان خفيف جدا برضو، يعني شوفوا ايدي مبينة منه، بس يعني من فوق مبطن اهي البطانة. شكله في الحقيقة يجنن غير الصورة تماما، غير الكاميرا، غير كل حاجة، يعني مش عارفة اقول ايه، شكله رائع بصراحة. كمان طلبت فرش مكياج، هي الست كاملة، هحط لكم طبعا كل الاسعار باللينكات بتاعت الحاجات دي كلها في الديسكريبشن بوكس. سمعت مدح كتير على النوع ده من الفرش، دي كل الفرش اللي ممكن تحتاجوها في الحياة كلها، يعني فيها كل المجموعة كاملة دي، يعني دي بتهيألي اللي ما عندهاش فرش او اللي مثلا عندها بس مش كاملين، دي فيها كل حاجة للعين للوش للدمج للحواجب، فيها كل حاجة. بالنسبة للكواليتي تجنن، يعني ناعمة مود، ناعمة جدا جدا جدا، تهيألي مش هتتفك بسهولة، يعني متلزقة كويس، وفيها كل الفرش اللي ممكن تحتاجوها زي ما قلنا، يعني مثلا ده بتاع الايلاينر، ده بتاع مد مع العين، دمج اي شادو كمان. والاحلى بقى من كل ده ان كل حاجة مكتوب عليها هي بتاعت ايه، يعني مثلا دي مكتوب عليها ان هي للكونسيلر اوكي، نشوف حاجة تانية، دي مكتوب عليها للبودرة، دي مثلا كمان للبودرة، فلو في حال اذا كنتوا نسيتوا او متعرفوش كلهم بتوع ايه، فدول هيغنوني عن اي حاجة تانية. وانا بصراحة عجبني لان الماتيريال بتاعتهم كويسة جدا وناعمين موت، ناعمين جدا جدا جدا، وفيهم كل حاجة يعني. واخيرا وليس اخرا، الجهاز او LED العجيب ديت، دي اللي هي بتكون متر بتاع LED اوكي، بتنحط مثلا في اي مكان انتوا عايزينه وبعدين توصلوها وتخلوها تنور. الاحلى بقى من كل دوت ان انتوا ممكن تلزقوا الكنترولر بتاعها ده في اي حته من ورا، فيه هنا اهو دبل تيب 3M، اللزق ده قوي جدا يعني، بس تنشال، خليني اوريكم شكلها اهي، بس تنشال اللزقه ديت وتتلزق بقى مثلا في الدولاب، في المطبخ، تحت الارفف، عند الكاونتر يعني، علشان مثلا يبقى فيه نور كده بشكل مستقيم. انا جايباها للدولاب انه علشان لما افتح الدولاب يعني يكون منور. لسه مجربتهاش طبعا، فمش هقدر ادي عليها اي فيدباك، بس هحط لكم صور عن طريقه استخدامها، وان شاء الله تطلع كويسه. بس دي كانت كل حاجة للنهاردة، يا رب يكون عجبكم الفيديو وعجبتكم الحاجات اللي اشتريتها. لو عجبكم ما تنسوش تدعمونا باللايك وشير الفيديو مع اصحابكم، وسبسكرايب لو اول مرة تشوفوني. باي باي.